من داخل قاعة الماسة بمدينة بلطيم، وفعاليات حملة مواطن لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية. قابلنا الحقيقة أحد المواطنين من البرلس، هيعرف نفسه والحقيقة وعمل نموذج دايما رفعه كده شايله على راسه، فهيتكلم عنه والفكرة دي جات له ازاي. تعرف حضرتك المواطن صابر احمد صابر، مصري ابن مصري ابن مصري، من البرلس، مواطن من برج البرلس مركز بلطيم محافظه كفر الشيخ. النموذج ده انت عملته ليه والفكره دي جات لك ازاي؟ النموذج انا عملته بناء عن تاريخ مصر اللي انا حضرته وعشته من يومين، محمد نجيب وعبد الناصر زعيم العروبي والراجل السادات الله يرحمه اللي جاب لنا خط برنيف اللي كانوا اليهود بيقولوا لا يقهر ورفع راسنا، واليهود علشان كان يوم ابيض في مصر ويوم اسود في الصفحه الاسرائيليه وفي التاريخ الاسرائيلي، سببوا برضه وغدروا الاخوان وعطوا الاخوان فلوس وقتلوا السادات في قلب المنصه المفرحه اللي رفعت راس العرب كلهم. يعني النموذج ده بتحكي، والنموذج ده بيعبر عن تاريخ مصر وحضاره مصر ل 7000 سنه قبل امريكا وقبل الدول كلها وقبل العالم كله، لان هي اللي ربنا ذكرها في القران وهي اللي الرسول جاها وهي اللي ربنا راضي عليها وهي اللي افريقيا جت في الجفاف دخلوها امنين وكلوا من عسلها وبصلها. وانت بتعتبر نفسك هنا يعني انا بعتبر نفسي كوزاره اعلان متحركه على قدر ما استطيع، بجاهد وبمشي، بروح مع رحت ميدان التحرير في الفرح بتاع الدستور، وبروح كفر الشيخ في المؤتمرات في الاحتفالات، بشيل طربوش على كتفي وبمشي، بجيب عربيه وبمشي، ورحت مصر لوزاره الدفاع. الطربوش ده انت مكونه بقى من كل رؤساء مصر، اللي اخشاب وصور وكلمات، اهم حاجه الكلمات اللي بتعبر عن التاريخ. انا صاحب بتعب في شيلته شويه، مش لاقي حد يساعدني، اللي بيساعدني ربنا وحريتي ومصريتي واصلي ومبدئي واخلاقي، والناس عملوني اهبل وعملوني عبيط وعملوني مجنون وبيشتموني وبيبهدلوني. لا انت بتعبر عن وطنيتك انا بعبر عن وطنيتي الحقيقه اللي ما تتكيلش بميكيلاي، يا نصر يا موت. ربنا يديك صحه صابر، ما عنديش بديل ولا دين الله يتكيل بميكيلاي، لان الرسول على الصلاه والسلام قال من غشنا ليس مننا. وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا الناس اللي على دين الله اللي بتدافع عن مصر.